السلام عليكم. كيف ما انتم عارفين، بأمر من جلالة الملك تحركت القوات المسلحة الملكية من أجل تحرير وتأمين معبر القرقرات في مواجهة الانفصاليين ديال البوليزاريو اللي كانوا استغلوا واحد الوضع مؤخرا ورجعوا للمنطقة وبقوا كيستفزوا ويبتزوا ويعنفوا المواطنين والسائقين المغاربة اللي كانوا متوجهين لا سواء لموريتانيا أو لا جايين من موريتانيا متوجهين للمغرب عبر نفس المعبر القرقرات. العملية الأمنية تمت بنجاح وتم التنويه ديالها من قبل الأصدقاء والأشقاء، وكانت واحد المساندة كبيرة للمغرب حتى من قبل بعض المنظمات الدولية القارية والإقليمية. بطبيعة الحال تقال بزاف ديال الحوايج على هذه العملية وكاين ما يتقال، ولكن أنا اليوم بغيت نستغل هذه الفرصة باش نتكلم لكم على واحد ما يسمى كما كيلقبوها زورا وبهتانا ناشطة صحراوية سميتها أمينة حيدر. ولكن قبل ما نجيكم لب الموضوع، باغي نستغل بدوري هذه الافتتاحيه ونقدم واحد التنويه، واحد الشكر للقوات المسلحه الملكيه والجنودنا البواسل اللي قاموا بالتحرير والتمشيط ديال المنطقه والتامين ديالها بواحد الحرفيه وبواحد المهنيه عاليه، حيت في هذه العمليه اللي ماشي سهله معقده. نذكركم بانه كاين تماك عناصر ديال البوليزاريو كانوا مسلحين وكانوا باغيين الاشتباك، كيقلبوا على الاشتباك وكيقلبوا على الاحتكاك بالقوات المسلحه باش يقولوا للمنظمات الدوليه والامميه بانما راه المغرب كيتعدى عليهم. ما تنساوش بانه الجزائر كانت حاضره بالثقل ديالها السياسي والدبلوماسي والاعلامي باش تحرج المغرب، ولكن القوات ديالنا استرجعت المنطقه، جرات على البوليزاريو بلا ما تسيل نقطه دم، بلا ما تطيح ضحية واحدة في هذه العملية. وهذا هو اللي كيبين كما قلت لكم المهنية والاحترافية العالية ديال القوات ديالنا اللي الجيش المغربي بفخر واعتزاز يضرب له ألف حساب وحساب. أيضا بغي نوه بالحس الوطني العالي، روح التضامن الكبيرة اللي شهدها المجتمع المغربي، الشعب المغربي قاطبة من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه. فعلي إذا كانوا عندنا جنود ديال القوات المسلحة في الميدان في القرقرات وفي الصحراء وفي الأقاليم الجنوبية، فأنا نشهد لكم بأنه كانوا أيضا جنود، الآلاف والآلاف من الجنود المغاربة المدنيين المواطنين العاديين اللي كانوا في ميدان الإعلام البديل، في قنوات التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في الفضاء الأزرق، كيردوا على الترهات والأكاذيب ديال البوليزاريو ديال الإعلام الجزائري الرسمي المدعم من طرف المخابرات الجزائرية. فهنيئا للشعب المغربي، والواحد فعلا فخور انه يقول انه مغربي، انه كيحس بهذاك التلاحم بين القوات المسلحة الملكية وبين الشعب المغربي تحت قيادة جلالة الملك. هذا الشيء غادي يسجلوا التاريخ وغادي نذكروه، غادي نذكروه ولادنا ايضا. الان نرجع ونتكلم لكم على التعليق ديال أمينة حيدر ناشطة الصحراوية اللي انا خلاني بلا نعس، انا ما فهمتش كيفاش تصريح واحد بهذا النوع الخطير اللي غادي نقول لكم يمر مره الكره وما كاش اللي كيتحرك. أمينة حيدر قالت في خضم هذه الاحداث، عطات تصريح لوكاله الانباء الجزائريه وقالت بانه حمل السلاح قد يصبح مره اخرى خيارا للشعب الصحراوي ولممثليه جبهه البوليزاريو. قالت بانه هذا الشيء اللي كدير الامم المتحده مع المغرب ما خلتناش شيء ولا بد اخر من غير حمل السلاح ضد المغرب والمغاربه. هذا يعتبر ابسط انسان، ابسط مراقب، ماشي من الضروري تكون قاري وعندك الاجازه بالحقوق باش تعتبر بانه هذا تهديد لامن وسلامه البلد والمواطنين. ولكن في نفس الوقت حتى واحد ما تحرك. انا كنت نتسنى انه النيابه العامه المختصه تنوض على الاقل تستدعي هذه السيده وتقول لها تستفسرها على هذا التهديد، على هذا الطلب ديال اعداء المغرب انهم يحملوا السلاح ضد المغرب والمغاربه، لانه هذا شيء غير عادي. ف نذكركم بانه ماشي هذه المره الاولى بان هذه السيده كتستفز المغاربه وكتهن بين قوسين، لان كنعتبرها اهانه. هذه السيده نذكركم كانت كتاخذ الطائره من العيون تمشي لمطار محمد الخامس، ومن مطار محمد الخامس كتهز الطائره ديال الجزائر وكتنزل في العاصمه ديالهم، ومن العاصمه الجزائريه كتجي طائره عسكريه جزائريه كتهزها كتنزلها في تندوف،
وكتحضر هاد السيدة المؤتمر ديال البوليزاريو وكتحضر الاستعراضات العسكرية ديالو، كتنوه تما كتعطي تصريحات، كتنوه بما يسمى بالجيش الصحراوي ديال هاد ديال المرتزقة، هاد العسكر ديال البوليزاريو اللي قتلوا خوتنا المغاربة، هاد العسكر ديال البوليزاريو اللي اعتقلوا وعذبوا جنود مغاربة، اللي الآن مرة أخرى مازال كيعنفوا مغاربة في معبر القرقرات، وكانت هذيك السيدة كتنوه بهم وتشكرهم، وكترجع في نفس الوقت من تندوف طائرة عسكرية لمطار الجزائر العاصمة محملة بالدوفيز، إنها كيدوروا معها باش تسترزق هي ويسترزقوا معها الزبانية ديالها اللي معهم فاللي معها في الجمعية الانفصالية اللي كاينة في العيون، وكترجع المطار محمد الخامس وتولي حتى العيون سالمة آمنة غامنة غانمة وما كانش اللي يهضر معها. فكنت دائما كنستغرب وكنقول عباد الله هاد السيدة علاش حتى واحد ما يهضر معها؟ علاش ما تنكون شي واحد بحالها دار هاد الشيء في وجدة ولا طنجة ولا كرام خلاو ضربوه وهي ما كانش اللي كيتكلم معها؟ فكانوا بعض مسؤولين عن حسن نية مي كنسولهم كيقول لك لا احنا عارفينها وهي عارفة كتبغي تستفزنا باش احنا يعني نرياجي ونعتقلوها مثلا وينوضوا يعني يستغلوا هذه الفرصة بعض الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب في إسبانيا وينوضوا يعني يحركوا ضدنا يعني المحافل الدولية وإحنا ما بغيناش نعطوا له هذه الفرصة. فأنا هذا ما عمرو قنعني هذا التبرير هذا، لأنه نقدروا قلت لهم هذا التبرير نطبقوه نقدروا نطبقوه أيضا في شمال المغرب مثلا الزفزاف وصحابه، نقول لهم ديروا اللي بغيتوا وحنا عارفكم بغيتوا تستفزونا ولكن ما بغيناش نعتقلوكم ما بغيناش نشدوكم باش ما نعطيوش فرصه لبعض اعداء المغرب في هولندا وفي البرلمان الاوروبي وفي بعض المحافل الدوليه. هذا غير مقبول. السؤال مطروح واش حنايا كاملين المغاربه سواسيه امام القانون في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الجنوب وفي الغرب كما في الجنوب، او لا حنا المغاربه ديال هذه البلاد ماشي كلشي سواسيه امام القانون؟ كاين اللي يطبق عليه القانون بحذافره وبقساوه وكاين اللي ما مطبقش عليه القانون اصلا، هدد المغرب وكاع طلب بحمل السلاح ضد المغرب وجيب الدوفيز على برا ما كاش اللي يسولك وطالب بالانفصال ديال الاقاليم الجنوبيه على المغرب، ما مفيك مع راسك وزاديه بزاف هاد الديمقراطيه بزاف هاد الحريات وهاد حريه التعبير، هاد الشيء راه غير مقبول. نذكركم بانه حميد المهداوي حكموا لي بعامين ديال الحبس حيت واحد السيد عيط له في التليفون قال له غادي نجيب الطنك غادي نطحنكم في المغرب، وحكموا قالوا علاش ما خبرتش علي ان هذا السيد كيهدد امن وسلامه البلد والمواطنين. فهاد السيده امينه حيدر ماشي شي واحد قال لها غادي نهزوا السلاح، هي كتشجع الاعداء ديالنا باش يهزوا السلاح ضدنا وما كانش اللي يهضر معها. هذاك التبريد ديال حنا عارفينها وما بغيناش نتحركوا باش ما نعطوش فرصه للاخر وباش المنظمات الدوليه والحقوقيه غير مقنع. علاش؟ لسبب بسيط غادي نعطيكم مثال هنايا ديال واحد الدوله ديمقراطيه جاره ديالنا اللي هي اسبانيا. نذكركم بانه في 2019 شي وحدين ناضوا سياسيين كبار مرموقين محترمين ماشي بحال امينه حيدر، ناضوا جهة كاتالونيا وطالبوا بالاستقلال الذاتي ديال ماشي استقلال ديال الانفصال ديال جهة كاتالونيا على اسبانيا. اسبانيا كدولة مستقلة كتعتبر نفسها بانها دولة واحدة موحدة، جات ما كثرتش الهضرة وبقات تفكر واش غادي يقولوا عليا الاوروبيين، وهي عضو ديال الاتحاد الاوروبي وعندها يعني التزامات خطيرة في مسألة الحقوق والحريات في نيبال المغرب. جات شدت هذوك الناس هذوك اللي طلبوا بالانفصال وكانوا فيهم سياسيين كبار ماشي ومنتخبين من الشعب، شدتهم حكمت عليهم باحكام قاسيه من 9 سنين حتى 13 عام. نائب رئيس جهه كاتالونيا حكمت عليه المحكمه الاسبانيه ابتداء استئنافيا وحتى المجلس الاعلى ب 13 عام ديال الحبس، لا لشيء الا لانه دار تظاهره طلب فيها الانفصال عن اسبانيا وما قالش شنو غادي يقولوا عليا الاحزاب ديال هولندا او الجمعيات الحقوقيه. حنا عندنا شي حاجه استثنائيه شاده. مره اخرى انا بغيت نطالبكم غير تطبيق القانون مع هذه السيده. واش هذه السيده اللي كتقول عادي مثلا كتقول بانه خص الاعداء ديالنا يهزوا السلاح ضدنا كتشجعهم يهزوا السلاح ضد المغرب والمغاربه وكتطالب بالانفصال ديال الاقاليم الجنوبيه، الى هذا الشيء عادي؟ مزيان حنا نعرفوا بانه المغرب دخل واحد المرحله ديال الحريات العامه اللي زعما جميله جدا وما كانت حتى في شي دوله، مزيان
باش انا نكتشفوا بانه المغرب قطع خطوات جباره في الديمقراطيه اللي تجاوز الدول الديمقراطيه. يعني عادي، ولكن باش يكون المغاربه ما يطبقش عليهم نفس القانون ويكونوا مغاربه في الشمال او لا في الشرق او لا في الغرب ماشي سواسيه امام بعض المغاربه اللي في الجنوب، فهذا غير مقبول. هذه الفوضى خصها توقف، حيت الفوضى ديال القرقرات وقفت، فجميع الفوضى الاخرى في تدبير هذا الملف خصها توقف. مع تحرير القرقرات المغرب تشن واحد السياسه جديده ديال الحزم، ولكن هذا الحزم خصو يكون دائم وخصو يكون حزم على الجميع. شكرا.